اي بي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وخلاص يعني العيد داخل علينا وخلاص يعتبر باقي يوم واحد ورمضان يخلص. فحابب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وقبل ما نبدا فيديو النهارده انا كنت عملت اغنيه جديده لسه منزلها امبارح. الاغنيه دي بتتكلم عن فلسطين، فحابب يا ابطال يكون عليها دعم اسطوري عشان الناس كلها تسمعها. فعايز يا ابطال لايكات هناك وكومنتات، يعني بصوا غرقوا الدنيا كومنتات هناك في الاغنيه. الاغنيه تحت هتلاقوها في اول الوصف. ويلا بينا ندخل على فيديو النهارده. فيديو النهارده يا ابطال يعني من الهاكرز اللي احنا قبل كده كنا اتكلمنا عنهم، وهم بن بن. لكن اتفاجئت كده ان في ايميل اتعمل، معرفش بصراحه مين اللي عمله. هل ممكن يكون حد من الابطال، ولا يعني فعلا الايميل ده يعني هيبدا يعمل شغل هاكر وفعلا بيعرف يهكر؟ لكن انا معرفش. فبصراحه يا ابطال انا مش عارف مين صاحب الايميل ده، لكن في شخص قال لي قبل يعمل تحقيق عن الايميل ده بسرعه. قلت ايه ده، هو في ايه؟ انا ابتديت اقلق صراحه. فتعالوا نشوف الايميل مع بعض. الايميل زي ما انتم شايفين اسمه بن سيتي تقريبا، او سي مش عارف ايه الاسم ده، يعني ما اعرفش ايه ده. لكن الفكره ان هو بعت لي كمان طلب صداقه، وكمان كاتب في الاباوت اي ام باك نيم بن، يعني اسمي بن، وكاتب هاكت. ده على فكره هاكت دي يعني انت اتهكرت، يعني المفروض تكتب هاكر. وكاتب نيم اي بي جيمنج، وعامل بعديها رمز الشيطان الايموشن اللي هو المخيف ده. وبعت لي ابطال كمان طلب صداقه، وزي ما انتم شايفين السكن بتاعه، السكن بتاعه سكن بن بن. هنيجي ننزل كده شويه هنلاقيه اللي هو داخل في جروب، يعني اللي هو بتاع ام دي ار بي. وغير كده هنلاقي اللي فيه شخص، يعني مصدق شخص وحيد. الشخص ده هو ده اللي احنا قبل كده، يعني الشخص ده عملنا عليه تحقيق قبل كده، لكن هو دلوقتي تقريبا ربنا هداه عشان رمضان وقال لك انا ماليش دعوه. الشخص ده عنده 1000 فولو و21، يعني واحد عمل له هو فولو، وعنده 178 صديق. الشخص ده عندي في الاصدقاء زي ما انتم شايفين. طبعا انا في الايميل ده مش بضيف اي حد وخلاص، اي حد بضيفه لازم اكون عامل فيديو وليه قصه كبيره قوي، يعني اكيد انتوا عارفين الكلام ده كويس. يعني مش اي حد اضيفه كده في الحساب ده وخلاص، الا لما اكون عملت معاه قصه. طبعا يا ابطال الشخص ده كان مصادق ناس كتير قوي غريبه. طبعا يا ابطال مصادق ناس غريبه جدا، معرفش 1 اكس تقريبا. انا فعلا عملت عليه تحقيقات، وكان اغرب حاجه في الايميل ده اصدقائه، حتى كمان ابطال داخل في الجروب بتاعي. لكن تعالوا نشوف دلوقتي مين الشخص ده، ويعني هو ليه عمل كده. الايميل فاتح من 3 اسابيع، يعني افتكرته فاتح من ساعه ولا حاجه والله. تعالوا نشوف عامل فولو لمين. عامل فولو ايه ده؟ الام دي ار بي. ده بجد هي فعلا يا ابطال، ده هي ام دي ار بي كمان دلوقتي فاتحه. والله نفسي ادخل معاك يا ام دي ار بي، لكن انت مش مديالي فرصه. يعني مش عارف والله هي دلوقتي بتكون في انهي ماب، ولا هي بتصنع في الماب بتاعتها، ولا بتعمل تحديثات جديده في الماب. يعني ممكن نبقى نلعب ماب المتاهه تاني. لكن خلونا برضك في موضوع بن بن، وايه الايميل ده وليه جه دلوقتي؟ مش عارف والله يعني ايه ده. لكن عامه تعالوا نوافق على طلب الصداقه ونعمل لها فولو. لحد دلوقتي انا معرفش جنسيه الشخص ده، هل هو يعني ولد ولا بنت. شخص مش حاطط اي حاجه في الاكسسوارز، يعني يعتبر ابطال الايميل عباره عن جروب وصديق وعامل بس فولو لواحد. لو جينا كده عدنا الصفحه يبقى كده هيتضاف 2 صديق، يبقى احنا الاثنين عنده اصدقاء. تعالوا كده يا ابطال يعني نكلمه في الشات ونشوف هو مين ده. تعالوا يا ابطال نقول له اهلا بيك. حد يجي يقول لي ايه اللي انت بتقوله ده؟ هقول لك، لان هو تقريبا انا شاكك ان هو بطل من ابطال وبيعمل يعني بيعمل فيها مقلب، فمش عارف بصراحه، انا مقلق برضك. تعالوا كده يا ابطال طيب نبحث عن ايميلات بن بن، لان احنا كان عندنا ايه ده؟ ايه ده؟ ايميل بن بن ده متبند. ماشي ماشي تمام، انا فاكر انا الايميل ده. تعالوا كده ندخل عندي في الاصدقاء، لان في شخص انا كنت مصاحبه ويعني مصادقه، والشخص ده تقريبا كان ليه علاقه ببن بن. تعالوا كده نشوف. ايوه بن بن لك هو الشخص ده الوحيد اللي انا تقريبا كنت مصاحبه عن موضوع بن لكي. لو جيتوا خدتوا بالكم هتلاقوا اللي نفس الاصدقاء اللي هنا، يعني ركزوا، شايفين ده؟ شايفين في كام واحد كده نفس الاصدقاء؟ هتلاقوه عند نفس الشخص ده اللي مصادق، اللي هو بن بن، اللي هو الشخص اللي بعت لي ده طلب صداقه من شويه. اهو نفس بالظبط الاصدقاء، يعني في شبه كبير قوي. بس طيب تمام تمام، تعالوا كده نحط الاصدقاء هنا على جنب، ونحط الاصدقاء التانيين بتاع الحساب التاني على جنب تاني. طبعا ندخل هنا على الحساب وندخل على فريندز 49.
يعتبر ابطال الفرق ما بين الحسابين دول ان الحساب ده مليان زي ما انتم شايفين، بصوا كله بان بان نفس الشخصية ومعرفش بقى ايه ده، يعني انتم متخيلين. بس هنا في ناس هنا لونها احمر، وهنا الوان كلها قوس قزح هتلاقي هنا يا جماعة. هنا زي ما انتم شايفين الشخص ده يعني برضك نفس الكلام، يعني بصوا مصادق بان بان وفي ناس كتير قوي متبندة، يعني هو الشخص ده ده حتى واحد حاطط نفس السكين بتاعه. الشخص ده كان بيحط سكنات مرعبة، وانا فاكر السكنات دي. ايه ده حمدي ايه ده، مين الشخص ده؟ ده تاني شخص متبند في الايميل اللي هو ده. انا نسيت بصراحة الشخص ده احنا كنا عملنا معاه ايه. ايه ده؟ نوب جيمز. ان شاء الله ابطال هنرجع لتحقيقات نوب جيمز 494 ونشوف ايه الجديد اللي حصل. زي ما انتم شايفين كمان حصل يعني نوب جيمز 426، في مليون نوب جيمز دلوقتي وما بقيناش نعرف يعني هو في ايه من كتر النوب جيمز اللي بقوا بيفتحوها. يا جماعه ما حدش يفتح ايميلات تاني والنبي باسمي. زي ما انتم شايفين يا ابطال حسابات، يعني حسابات كتير قوي، يعني حسابات فعلا غريبه. في الحسابات الغريبه اللي هو محطوطه مثلا وش بان بان كتير قوي بزياده، وهو زي ما انتم شايفين ادي هنا واحد. لو جينا نعد هنلاقي اكتر من 10 ايه، اكتر من نص الاصدقاء اصلا حاطين وش بان بان. عامه تمام، يعتبر كده ابطال لحد دلوقتي احنا ما نعرفش مين الشخص ده، لكن عرفنا ان هو قريب من الشخص ده اللي هو احنا قبل كده عملنا عليه تحقيقات. الشخص ده تقريبا كنت عامل معاه تحدي، تقريبا ما عملتش معاه، يعني ما عملتش معاه لسه اي تحدي. بس لو حابين ان احنا نعمل معاه تحدي من المجرم اكتبوا تحت في الكومنتات، لان كل شخص عندي في الاصدقاء يعني بيبقى ليه قصة وحكاية ورواية وعملنا معاه مشاكل كتيرة وحوارات كبيرة، عشان كده هو بيكون مستقصدني وعايز يعمل اي حوار عليا، ويقعد يعني كل شوية يقعد مثلا يبعت لي ناس وكده. فالموضوع مش بيتقفل، لا ده الموضوع بيزيد. فعامة يا ابطال موضوع الايميل ده احنا كلمناه وما نشوف هل هيرد ولا لا. فبس كده ابطال فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، ابي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام.